اختتم مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الثالث بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمناقشة عدد من القضايا والمحاور الاجتماعية الرئيسية. وتمن المجلس قرارات الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم متطلعا للمزيد. وحدد مجلس الأمناء الأربعاء المقبل موعدا لعقد الاجتماع الرابع بهدف استكمال قضايا المحور الاقتصادي. القضايا والمحاور الاجتماعية الرئيسة كانت سمة الجلسة الثالثة للحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، حوار يهدف لخلق مساحات مشتركة تحتوي جميع الأفكار والآراء باختلافها واتفاقها. الجلسة ابتدت بمراجعة المحور السياسي، ثم انتقلنا لمناقشة القضايا الرئيسية وبعض القضايا الفرعية في المحور الاجتماعي. وابتدينا في الإطار العام للمحور الاقتصادي، لكن ما كانش في وقت الحقيقة لأن المحور الاجتماعي أخذ مناقشات كثيرة جدا. اتفق في المحور الاجتماعي على التركيز، سوف يكون على 5 قضايا أساسية. القضية الأولى التعليم، القضية الثانية الصحة، القضية الثالثة الزيادة السكانية أو القضايا السكانية بشكل عام، القضية الرابعة الأسرة والمجتمع، والقضية الخامسة هي الثقافة والهوية الوطنية. الجلسة كانت مخصصة بالكامل، يعني بدأنا بالمراجعة سريعة للي تم في المرحلة الماضية أو في الجلسة السابقة، ثم بدأنا نستعرض يعني الأمور الخاصة بالمحور الاجتماعي، وتمت فيه مناقشات واسعة جداً. كان في لجنة مشكلة من 4 من أعضاء مجلس الأمناء أعدوا تصور، حصل نقاش سري حوالين هذا التصور، وإن شاء الله انتهينا إلى عدد من الموضوعات الرئيسية هتبقى في المحور الاجتماعي. وبجانب قضايا الصحة والتعليم، تناول الاجتماع أيضا تعديل المادة 18 المنظمة للائحة مجلس أمناء الحوار الوطني، بالإضافة لعرض نقاط أساسية للملف الاقتصادي على أن يكتمل خلال جلسات أخرى نظرا لأهميته واتصاله المباشر بالشارع المصري. ما تم هو تجميع أو دمج القضايا المتشابهة أو التي سوف يتم يعني مناقشتها بشكل متكامل، وبالإضافة إلى أنه كان في حرص من المجلس هو عدم تفتيت القضايا، بمعنى أنه لا يكون هناك عدد كبير من اللجان، لأنه هذا قد يأتي على حساب الوقت الحوار أو المدى الزمني الممكن لإنجاز هذا الحوار. النهارده في الحقيقة في جلسة اليوم كان هناك يعني عصف فكري شامل وكبير جدا يتعلق بالمحور الاجتماعي، والمحور الاجتماعي كان تحتي عنصر التعليم، ملف التعليم، ملف الصحة، أيضا ملف الأسرة والتماسك الاجتماعي، أيضا العديد من الموضوعات التي تمس المجتمع بشكل مباشر. القضايا السياسية هي أيضا نالت نصيبها من النقاشات، خصوصا بعد فتح الباب للآراء من داخل مصر وخارجها، وذلك لجميع التيارات السياسية من مختلف فئات الشعب المصري، على أن يستكمل الحوار بشكل مباشر في 3 أغسطس القادم. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.